مسألة الجز على السنان أثناء النوم دي يعني مسألة مؤرقة لكتير من الناس، حتى الكبار بيجيلهم الموضوع ده كتير قوي. حلو هنا في بعض الأدوية اللي ممكن بتستخدم لتقليل الموضوع ده، مش من بينها الدواء اللي هي قالته، في بعض أدوية أخرى ممكن تبقى بشكل دروبس أو نقط ممكن نستخدمها لتقليل الموضوع ده. لو النقط دي جابت نتيجة خلاص كده بنكمل عليها، لو النقط دي ما جابتش نتيجة ساعتها ممكن إلى جانب النقط إن إحنا بنروح لدكتور الأسنان. دكتور الأسنان بيعمل حاجة اسمها نايت جارد. نايت جارد ده أو اللي هو الحارس الليلي، يعني حارس الليلي بمعنى إن هي هتلبسه فوق السنان عشان ساعات الجز بيبقى شديد جدا لدرجة إن هو ممكن يكسروا سنانه. وهي فعلا في الحالة دي قالت كسرت سنها. فبالتالي هنا وساعات بيبقى الصوت مزعج جدا للي نايم جنب الطفل، ما بيبقاش عارف ينام من صوت الجز ومن صوت القرقشة السنان اللي بتبقى موجودة. فبالتالي هنا ممكن دكتور الأسنان بيفصل نايت جارد بيتركب على سنان الطفل قبل النوم، بحيث ان هو بيمنع الاحتكاك ما بين السنان وبيحمي، بيبقى فيه زي مادة لينة كده شوية، حاجة بتبقى اشبه بطقم السنان بس بتبقى من مادة اشبه من مادة مطاطية او حاجة بتتركب على السنان، بحيث ان هو حتى لو حصل الاحتكاك ده ما ينكسرش السنان وما يعملش صوت يزعج المحيطين بالطفل. يعني ناخد اتصال تاني.